مرحبا بكم أصدقائي. ما ترجمة إعلان مسلسل الأسيرة؟ في بداية الإعلان كان أورهون وهيرا في الحديقة، وكانت إيفا تنظر لهم من بعيد، وبعدها كانت برهان تقول لإيفا: أنا أعلم على أن عيناك على أورهون، لكن ما دامت هيرا موجودة في القصر لن تحصلي على شيء. وبعدها قالت لها إيفا: أنا أعرف كيف سوف أخلي الساحة لي. وبعدها كانت عفيفة تنظر وقالت: لا يمكن أن يحدث هذا، كيف يحدث هذا؟ وماذا علينا أن نفعل الآن؟ ثم أتت هيرا وكانت تقول: هل هناك شيء حدث؟ ثم كانت تقول: الأفعى إيفا، ثم خيانة أورهون ديمرهالي من قبل خطيبته. وكانت عفيفة تصرخ على هيرا وتقول لها: كم أنت مشؤومة. ثم أتت إيفا وقالت: سيدة عفيفة، من فضلك لا تحزني. وبعد ذلك كان شوكت يقول: الصحفيين على باب القصر، لا يمكنني طردهم. وكانت هيرا تقول: لا يمكنني أن أستيقظ من هذا الكابوس والتخلص منه. وكان أورهون يواسيها ويقول لها: مهما حدث أنا معك. وكان هذا هو الإعلان. فضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك وشكرا.